تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بفريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، والإعداد الأخ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية جميعا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا خلال الساعة، ونرحب بملاحظاتكم باقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أن أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا واهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها مع الأستاذة أسماء الجناحي. أستاذة أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. سرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أستاذة أسماء، صبحك الله بالنور والعافية، وبارحة ما عطيتينا رسائل إيجابية. كذا ما قلت لكم الإيجابية هي نستانك عاد في البيت الفترة. أوكي خلاص تمام. هاي أقصى إيجابية. ناخذ بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. من الأشياء المهمة أن خلال هالفترة مثل ما نقول دائما نحاول نتجنب ذهاب المستشفيات إلا للضرورة القصوى. لكن هذا مو بيعني الحين موجودين في البيت واليهال ما شاء الله عليهم يحبون يلعبون لكن أهم شيء نتأكد من سلامة الأطفال من الحوادث المنزلية. مثل ما قلنا الحين ما نبغى نوصلهم لمرحلة الطوارئ إنه يضطرون يروحون المستشفى. فكان لك بعض من النصائح المفيدة لهم تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي لسلامة أطفالنا من الحوادث المنزلية. من الأشياء المهمة إنه يعني الحوادث الأدوية لازم تكون مثلاً في أماكن معينة، الأمور الحادة لازم ما تكون متناول يد الأطفال. أحياناً إحنا لما متعودين إن عيالنا يكونون برا على البيت ففي أشياء خلاص تعودنا نحطها في أماكن معينة. لكن نتأكد إنه يعني كل شيء بيكون بعيد عن عيال الأطفال. نتأكد إنهم موجودين عند السلالم، نتأكد إن مثلاً الأدوية اللي نأخذها مثلاً اللي عندهم أمراض مزمنة يكونون في أماكن بعيدة عن متناول عيالهم. هاي من الأشياء المهمة اللي لازم واحد يأخذ حذرة فيها. أيضاً من ضمن الأخبار هيئة الصحة إن دعت هيئة الصحة بدبي المؤسسات الأعمال المختلفة والشركات إلى مراجعة قوائم الموظفين لديها والعمل لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة. هاي يعني جدا مهمة، وايد أسئلة توصلنا عن موضوع التأمين الصحي، وهاي كان من أحد الأخبار اللي طلعتها هيئة الصحة بدبي. من ضمن الأشياء أن دائما الأشخاص يسألون إذا كيف أخذ خدمة دوائي، هل نكلمكم على السوشيال ميديا؟ في أشخاص كلمونا على السوشيال ميديا يسألون أنا كيف أستفيد من الخدمة. ممكن الواحد يجدد وصفته الطبية من خلال واتساب هيئة الصحة بدبي أو الرقم 8342 والواتساب ورقم المجاني كلهم 8342. كل اللي عليهم يدخلون على الواتساب يسيبون رقم الهيئة ويكتبون مرحبا، وإن شاء الله بيكون القدرة على تسجيل وصفاتهم الطبية وأيضا عبر الاتصال، وموظفين إن شاء الله بيقدمونهم في هذا الموضوع. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي البعض يسأل عن مثلا هل إذا أنا كنت موجود في البيت لازم يعني أغسل إيدي باستمرار
حتى لو وين ما كنت أفيدك باستمرار. وأهم شيء أهم شيء نتأكد من يعني الأشخاص اللي يوصلون الدليفري ناخذهم، نخلي الشخص اللي يسلم لنا الدليفري بعيد، ما يكون وايد قريب منه، ناخذ الأشياء ننظفها قبل ما ندخلها بيوتنا. هذه من الإرشادات اللي دائما نحن ننصح فيها وإرشادات الوقاية. ونتمنى للجميع الصحة والسلامة، واللي عنده أي محتاج أي استشارة طبية لا ينسون إن إحنا خدمتنا طبيبك المواطن، ممكن الآن إن مثلا يستخدمونها ويأخذون الموعد عن طريق التطبيق نفسه، ما يحتاجون يتصلون على 800-342. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا جزيلا أستاذ أسماء. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت أستاذة أسماء الجناحي بخصوص موضوع الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا الاستفادة من خدمة دوائي، بإمكانكم مستمعينا الأعزاء التواصل على الرقم المجاني الموحد في هيئة الصحة بدبي 800-342. أي شخص محتاج تجديد الوصفة الطبية بتوصل له الأدوية إلى باب المنزل، ما يحتاج أن يصير لا مركز صحي ولا أي مستشفى، فقط الاتصال على الرقم 800-342 وبيجددوا للوصفة الطبية وبيوصلوا للأدوية لين البيت. وهاي خدمة متوفرة وموجودة اسمها خدمة دوائي في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون ومثل ما عودناكم اللي فقرة التوعية التغذوية، واليوم عندنا برنامج جديد، وقصدي برنامج يعني جميل ومعلومات حلوة عن فوائد اللوز، ولكن بنقولكم عن المعلومات هاي مع الأستاذة عفاف جمعة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، ولكن بعد الفاصل. خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فقرتنا الثانية بتكون مع زميلتنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفاف جمعة. صبحك الله بالخير أستاذة عفاف. صباح النور، صباح الصحة والسعادة إن شاء الله. الله يحييك. نحن طبعا اليوم موضوعنا معك موضوع مهم وحيوي، وبنتكلم وبتعطينا إن شاء الله. أول شيء أستاذة عفاف، عطينا الفرق بين اللوز والجوز، وأيضا إحنا نعرف أن الجوز معروف بالأحماض الدهنية، والأهم شيء أن الأحماض الدهنية غير المشبعة اللي موجودة فيها، وأيضا تزيد مثل ما ذكرنا مستمعينا الأعزاء الكوليسترول الحميد ويخفض الكوليسترول الغير حميد. طبعا الأستاذة عفاف بتعطينا أكثر عن موضوع يعني فوائد اللوز، تفضلي. السلام عليكم. اليوم موضوعنا السلام. اخترنا لكم نوع من أنواع المكسرات المشهورة وهي متعددة الفوائد، اللي هو اللوز، واللي يطلق عليه بعد البيدام أو الألموند بعد هاي الأسماء اللي تطلق عليه. نعم. مثل ما ذكر أنه يحتوي اللوز على كثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، منها أول شيء الخاصية الأولى والمهمة وايد اللي هي احتوائها على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة. وهاي الأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة مثل ما ذكرت تساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وبذلك يخفض الكوليسترول الضار بالجسم، ويساعدنا في الوقاية من أمراض القلب، ويعزز كفاءة مستويات قياسية من الكوليسترول في الجيد في الجسم. بالإضافة مثل ما ذكرت اللوز له فائدة لكبار السن والطلاب في هاي الفترة اللي يدرسون، فتناول
عدد قليل من اللوز كل يوم يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز عندهم. فننصح دائما أنها تكون هاي الوجبة ما بين عقب وجبة الريوق وجبة خفيفة تتراوح حباتها من 6 حبات هي الحصة اليومية للوز، أو ما نقصد في حفنة من المكسرات اللي هي تحتوي على اللوز، يحتوي على الفيتامينات مثل المغنيسيوم، يحتوي على الكالسيوم، يحتوي على فيتامين إي والبوتاسيوم، وبعد غني بالألياف. ومثل ما ذكرت له فوائد وايد ومتعددة وايد، سواء كانت للمرأة الحامل فينصحها دائما في فترة الحمل، لأنها تحتاج حمض الفوليك أسيد اللي يلعب دور كبير في منع العيوب الخلقية للجنين. وأخ عبد الله بعد للوز فوائد وايدة، يعمل على خفض ضغط الدم. الناس اللي يعانون من هشاشة في العظام أو نقص في الكالسيوم والفسفور في الجسم، فأفضل مصدر للكالسيوم بالإضافة يعني للحليب، حليب اللوز، نعم، لتقوية العظام، واللي يعانون من هشاشة العظام ننصحهم يوميا بتناول اللي هو اللوز، حفنة من اللوز أو 6 حبات من اللوز يوميا. نعم. وفي دراسة بعد تتكلم أخ عبد الله عن يعني مرتبطة اللوز، تناول اللوز ومتعلقة كمان بعد بالوزن، وتعرف في ناس وايد يهمهم الوزن والحفاظ على الوزن المثالي. فاللي يتناولون اللوز وجدت الدراسة أن 3 مرات في الأسبوع يحافظون على الوزن المثالي. ليش السبب؟ لأنه يحتوي على ألياف عالية، وهذه الألياف تعمل على تسهيل حركة الأمعاء بانتظام والتخلص من السموم. فدائما الناس اللي يحافظون على أوزانهم ننصحهم بعد بتناول اللوز يحتوي على الألياف. واللوز يرفع المناعة لأنه يحتوي على فيتامين بي 2 وبالإضافة إلى فيتامين إي المضاد القوي للأكسدة. وفي ظل هالظروف هاي دائما يسألون يستفسرون شو الأشياء مرات اللي يعني مثلا تحسن لنا من المناعة في الجسم. فاليوم كمان بعد اللي هو موضوعنا عن اللوز في فائدة وايد عالية. نعم أستاذة عفاف، أيضا يعني لو تلاحظين أن هناك في أنواع من الحليب، يعني في حليب الصويا وفي حليب اللوز، لو يعني تذكرين الفرق، يعني الفوائد أو الخاصية اللي موجودة في حليب اللوز وشو اللي يميزه عن أنواع الحليب الثانية. الحليب اللوز الخاصية المهمة فيه إنه يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة. فالناس اللي عندهم مثلا اللي عندهم الكوليسترول أو يعانون من أمراض القلب وكذا دائما ننصحهم، واللي عندهم بعد سكري، لأن أصلا اللوز يحتوي على المغنيسيوم، والمغنيسيوم يساعد على تحسين مقاومة الإنسولين لمرضى السكري. فدائما لهم بدال ما تأخذون الحليب اللي كامل الدسم اللي من مصادر الحليب البقري، أو في ناس يتحسسون من الحليب البقري بعد أخ عبد الله، فدائما نقول لهم في لكم بديل اللي هو حليب اللوز. هل يعتبر أستاذ عفاف حليب اللوز نسبة الكوليسترول أو الدهون اللي فيه أقل من الحليب العادي؟ نعم، الدراسات كلها أثبتت أن كمية في نسبة الدهون، بس الدهون اللي موجودة فيه دهون أحادية مفيدة للجسم. نعم. وأقل في نسبة الكوليسترول. صحيح. أيضا هناك دراسة أستاذ عفاف أنا قريتها يعني يمكن بالأمس عن موضوع يعني اللوز أو يعني مشتقات اللوز، خلنا نقول أنه يحسن الذاكرة، لو تكلمينا في هذا الجانب. نعم هو لأن في كبار السن مرات في أمراض اللي تظهر هي الزهايمر. نعم. والأمراض فأثبتت الدراسات أن تناول كمية قليلة من اللوز يوميا تحسن وظائف الذاكرة وتعطي صحة للدماغ. نعم. أيضا طبعا هناك أستاذة عفاف فوائد كثيرة لللوز واستخداماته، أيضا لو نتكلم للمستمعين عن الزيوت اللي موجودة في اللوز وكيف استخدامها بحيث أنه يعني تفيد الإنسان. هي متوفرة بالأسواق، ممكن نستخدمها كمكسرات، في منهم يضيفونها للأغذية يعني في الشوكولاتة السوداء الدارك
تضاف لها المكسرات بديل عن السكر وهي الأشياء، فترفع من قيمتها الغذائية وتحتوي على الزيوت المفيدة بدل من الزيوت المهدرجة اللي تستخدم للضرب الصحة. ومن اللوز بعد نستخدم يستخلصون الزيوت، وهي الزيوت وايد مفيدة من ناحية البشرة الجلد. فهاي الفوائد. نعم. عندنا بس سؤال أستاذ عفاف من أحد المستمعين، هل اللوز المحمص أيضا هناك في فوائد، ولا أنه فقط اللوز اللي يعني الفوائد اللي نحن نتكلم فيها والحضرات تتكلمين فيها؟ هو هل السؤال نعم. بعد مهم. اللوز نحصل على يكون كامل بقيمته الغذائية كل ما كان فريش طازة اللي متوفر بالجمعيات اللي الني يعني. الني. نعم. لأنه يوم يتعرض لعمليات الحرارة تعرف، لأنه يحتوي على فيتامينات، وأهم الفيتامينات اللي ممكن إذا تعرض فيها للحرارة يخسرها اللي هي فيتامين B6. فاللوز المحمص بعد يحتفظ بالفيتامينات، يعني ما في مشكلة إذا كان فريش أو محمص، لأنه يحافظ على نسبة الكالسيوم الموجودة فيه ويحافظ على نسبة الفيتامينات الموجودة فيه بعد. نعم. أيضا عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول أستاذة نعم. عفوا أخ عبد الله، إذا يعني اللوز ممكن نزيد من سعرات الحرارية إذا تم تعرضه للقلي استخدامه. نعم. فهذا يزيد من سعراتها الحرارية، لكنه يحتفظ يعني بالقيمة الغذائية اللي هي الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه. نعم. عندنا أيضا أستاذة عفاف سؤال، أحد المستمعين يقول أن حضرتك ذكرتي بأن الحصة اليومية من اللوز 6 حبات فقط، هل أكثر من 6 حبات معنات أنه مضر ولا؟ لا مو مضر، لأن نعم. نحن حتى هم ما يقارب، هم يقولون الحصتين من اللوز ما يقارب 16 حبة الحصتين من اللوز، بس في أشخاص يعانون لأنه يحتوي على دهون بعد، في ناس أشخاص يعانون من زيادة بالوزن، فيعتبرها سعرات الحرارية واحتوائها على الدهون بعد عالية، يعني هو اللوز يحتوي على بروتينات ويحتوي على دهون ويحتوي على نشويات، فاحتوائه من النشويات والألياف والدهون وهاي الأشياء بنسبة يعني مو منخفضة يعني تعتبر. نعم. وأهم شيء أستاذة عفاف مثل ما ذكرتي بأن الفوائد أو الفائدة الكبيرة اللي موجودة في اللوز إن هي يعني من المكسرات اللي فيها نسبة الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي تزيد نسبة الكوليسترول الجيدة في الجسم الـ HDL. هي نعم. أستاذة عفاف جمعة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. تسلم أخي محمد عبد الله. الله يحييك. مع السلامة. الله يسلم، شكرا ومع السلامة. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون اليوم عن الحديث، حديثنا بيكون عن تعقيم وتنظيف المنزل لمحاربة فيروس كورونا، وبتكون معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. ومستمعينا الأعزاء بنتكلم عن أمور كثيرة مهمة جدا بالنسبة للإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية والإجراءات التعقيم بالأخص في المنزل، ولكن إن شاء الله بناخذ فاصل وبنرجع لكم، خلكم في البيت. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم سهلا، مرة ثانية رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أني أيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء حديثنا بيكون إن شاء الله مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وعن التعقيم والتنظيف وتنظيف المنزل لمحاربة كورونا فيروس. صباحك الله بالخير والنور والعافية دكتورة هند. صباح الخير أستاذ عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يحييك دكتورة. نحن طبعا هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية، وأيضا
موضوع التعقيم على أساس أنه للحد من انتشار الكورونا فيروس. طبعا دكتورة مهم جدا أيضا يعني موضوع التعقيم وموضوع النظافة في المنزل، لو تحدثينا دكتورة عن أهمية التعقيم وتنظيف المنزل والدورة في الحد من انتشار الكورونا فيروس. ومثل ما احنا نعرف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، وهذا الرذاذ ينتقل لمسافة معينة وبعدين يستقر على الأسطح. لذلك من المهم جدا أن احنا نحافظ على نظافة وتعقيم هاي الأسطح، سواء كانت في المنزل أو في أي مكان آخر. عسب كذي احنا دائما نرد وننوه أن حافظوا على تنظيف منازلكم وتأكدوا أنها مطهرة بين فترة والثانية. نعم، أيضا دكتورة يعني هناك الكثير من يعني الاستفسار والتساؤل عن موضوع يعني المواد اللي الآمنة واللي فيها نسبة، يعني إذا تم تنظيف شيء معناته أن تعقم ونسبة النظافة فيها عالية. ما هي المواد دكتورة اللي تنصحين فيها بخصوص موضوع التعقيم اللي تستخدم بشكل آمن في المنازل؟ طبعا الادوات اللي احنا يعني نستعملها هي كاي ادوات نستعملها في المنزل، ما في اي شيء خاص فيها، بس الشيء الاضافي ان احنا نتاكد ان القفازات اللي احنا نستعملها في التنظيف تكون قفازات من النوع الثقيل شويه، مش القفازات الخفيفه. نتاكد ان احنا نلبس الكمام عشان المواد الابخره هذه ما تدخل، ما نتنفسها وما نستنشقها. نتأكد إن عندنا أكياس بلاستيك عشان نتخلص فيها من النفايات، وبعدين نرميها مباشرة في سلة المهملات. ماء فاتر هو شيء ضروري، الماء والصابون. وبعد إحنا ننصح استعمال كحول بنسبة 60% أو المحلول المبيض. نعم، أيضا دكتورة هناك سؤال بخصوص موضوع يعني الأغراض اللي تشترى من المراكز التسوق، الأغذية يعني كيف يتم تعقيمها؟ لأن في بعض الناس عندهم مثلا يدخل مع الأكياس مثلا في المطبخ ويفضي الأكياس هاي وعقب ممكن يتخلص من الأكياس. في بعض الناس يقول لك لا، الأفضل أني أنا ما أدخل الأكياس هاي في المطبخ الداخلي أو الخارجي وأخلي برع وأعقم. فنبقى نعرف يعني شو الطريقة الصحيحة الآمنة بخصوص موضوع الأغراض اللي تشتريها الناس من الأماكن التسوق اللي نحن نحتاجها بشكل يعني يومي في المنزل. طبعا احنا ننصحهم بعدم المبالغة في شراء هاي الاحتياجات، ياخذون فقط الضروريات اللي يحتاجونها. اللي احنا نعرفه ان فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام، لكن هذا الفيروس يعيش على الأسطح. عسب شيء احنا لازم نعقم جميع مشترياتنا من الجمعيات عشان نتأكد ان الأسطح نظيفة تكون. احنا نعرف ان الفيروس يقدر يعيش لمدة يوم واحد على الورق المقوى اللي هو الكراتين، وحتى يقدر يعيش لمدة 3 أيام على البلاستيك والستيل. لذلك من الضروري ان احنا نعقم هذه الأسطح ونتأكد انها معقمة ونظيفة قبل ما ندخلها المنزل. طبعا انا انصح يعني ان الأكياس اللي تكون فيها الأغراض هذه احنا ما ندخلها البيت، احنا نتخلص منها قبل ما ندخلها للبيت. الأغراض هذه احنا نحطها في علبة معينة وندخلها في البيت. ثاني شيء احنا يعني ننصح الناس ان يخصصون منطقة معينة فقط لهذه الأغراض، ويقسمون المنطقة هذه لمنطقة نظيفة وغير نظيفة عشان بس ما تصير لخبطة وقت التعقيم. بعدين ياخذون غرض غرض يعقمونه، سواء كان بالماء أو الصابون أو بمناديل معقمة. وإذا كانت مثلا بعض المشتريات لها علب خارجية مثل علب الكونفليكت وشي، إحنا ننصحهم أنهم يتخلصون من العلبة هذه ويحتفظون فقط بالعلبة الداخلية. حتى أكياس الخبز بإمكانهم بعد يتخلصون من هذا الكيس ويحتفظون في الخبز في علب محكمة الإغلاق. نعقم كل غرض وبعدين ننقلها للقسم النظيف. بهذه الطريقة احنا نضمن ان الاغراض اللي وصلتنا من الجمعية هي نظيفة ومعقمة. نعم، وايضا دكتورة نحن يعني تحدثنا، لو تذكرين مستمعينا الاعزاء،
بالنسبة للإجراءات يعني الوقائية قبل الخروج من المنزل للذهاب إلى يعني متاجر التسوق بالأخص للمشتريات الغذائية. طبعا احنا ننصحهم انهم ما يخرجون الا للضروره، والشخص اللي بيخرج لشراء الاحتياجات يكون شخص واحد فقط، ويكون تكون مناعته وصحته جيده. يعني ما ننصح احنا اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن انهم يخرجون لشراء هذه الحاجيات، يكلفون شخص ثاني في المنزل بشرائها، يتاكدون انهم لابسين الكمامات بطريقه صحيحه، القفازات أيضا، طول فترة خروجهم دائما يذكرون نفسهم أنهم ما يلمسون وجههم، لأن الشخص بطبيعة الحال ينسى، فيمسك شعره، يمسك إذنه، يمسك الخشم والأنف وكذي، أو يعدل الكمام. فإحنا دائما ننصحهم أنكم لا تمسكون هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها. زيادة في الاحتياط، دائما حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الأشخاص الآخرين، مسافة لا تقل عن مترين. إذا شفت المكان مكتظ بالناس، إحنا ننصحك إنك أنت ما تروح هذا المكان، تنتظر إلين ما المكان هذا الرف أو الثلاجة هذه تخف فيها الزحمة، بعدين تروح وتاخذ أغراضك ومشترياتك. وقت الدفع احنا ننصح انكم تتجنبون الدفع النقدي وتكتفون بالدفع الالكتروني عن طريق البطائق. صحيح. وهذه باختصار ملخص للاجراءات اللي احنا نسويها وقت الخروج من المنزل. نعم، ومثل ما ذكرنا دكتورة يعني في الحلقات السابقة، وانت ذكرتي بخصوص موضوع موضوع دكتورة التخطيط للمشتريات، يعني قبل لا يطلع الشخص انه يحتاج انه يطلع من البيت لاخذ المشتريات، لابد انه يكون عنده ورقه ومخطط وحاط شو الاشياء اللي يحتاج يشتريها. لان دكتوره انت ذكرتي بان اليوم يعني المفروض ان الواحد يحاول قدر المستطاع انه يقلل الوقت يعني وجوده في اماكن محلات التغذيه على اساس انه يخلص ويرجع. طبعا بالضبط، يعني التخطيط المسبق راح يوفر عليك الوقت، وايضا يعني يخليك انت تلتزم باللسته اللي انت مسوينها لنفسك، وما تاخذ اشياء انت ما تحتاجها او اشياء غير ضروريه. وبالاخص دكتوره الحين احنا يعني يعني ان شاء الله يعني رمضان قرب، واكيد يعني الناس بتحتاج انها يعني تشتري مشترياتها بخصوص شهر رمضان المبارك. وايضا يعني مثل ما ذكرنا المفروض ان الواحد يكون يخطط شو الاشياء اللي يحتاجها يسير وياخذها ويرجع، بحيث انه ما يتم فتره طويله في الاماكن وممكن يكون يعني لا قدر الله عرضه لانتقال الفيروس. نعم دكتورة، أيضا هناك طبعا أكيد لو تكلمينا عن الإرشادات التي يعني يجب اتباعها بالأخص في وقت التنظيف والطهي في المنزل. طبعا احنا لما يكون وقت التنظيف والتطهير احنا نحط جدول معين لهذا الوقت للتنظيف والتطهير. نعم. نتاكد ان جميع ادواتنا موجوده، وجميع الادوات هذه تاريخ انتهاء صلاحيتها، يعني مش منتهيه الصلاحيه. نتاكد دائما وقت التنظيف والتطهير، وخصوصا الأطفال. هذه المنظفات والمطهرات احنا دائما نحتفظ فيها في مكان بعيد عن متناول الأطفال، خصوصا ان هي تكون بشكل ملون وجميل، فيمكن يجذب الأطفال ويحبون ان يستكشفون هذه المطهرات. فاحنا دائما نذكر الناس ان حافظوا عليها بعيدا عن متناول الأطفال. لازم نتأكد أن المبيض اللي إحنا نستعمله هو مخصص للتطهير، لأن كثير في مبيضات تكون مخصصة فقط لمثلا الملابس الملونة. نعم. مشكل مبيض هو مختص بالتطهير أو التعقيم بالأخص دكتورة، أو التعقيم والتطهير. نعم. إحنا نتأكد أن هذا المبيض مخصص لهذا الشيء، مش أي شفنا الاسم المعين خلاص إحنا تأكدنا أن هذا هو ينفع كل نوع منه، خلاص هو مطهر ومعقم. لا، نتأكد أنه مخصص للتطهير، ما نخلطه مع أي منظف آخر، لأن هذه كلها مواد كيميائية وإحنا ما نعرف شو بنحط مع شو. فإحنا دائما ما نخلطها مع أي منظفات أخرى. نلبس قفازات، والقفازات تكون شوي سميكة. طبعا أفضل شيء أنك أنت تنظف السطح بالماء والصابون وتنشف المنطقة، بعدين تستعمل مادة التطهير هذه.
عشان احنا نضمن ان المطهر هذا يكون فعال، احنا ننصح انك انت تتركه على الصفح لمده دقيقه واحده لين ما تتفاعل الماده وتقضي على جميع الجراثيم الموجوده على السطح، وبعدين احنا نمسحها. وطبعا نتاكد من وجود تهويه جيده، لما احنا تهويه جيده في الغرفه لما احنا نستعمل هذا المطهر. وبعد التعقيم احنا لازم نتاكد ان الادوات اللي احنا استخدمناها كالممسحه ودلو التنظيف هذه نتاكد احنا نظفناها وعقمناها، وإذا في أي مواد إحنا نقدر نستغني عنها أو نرميها إحنا نفضل أنك أنت تتخلص منها. نعم. طبعا أرجع وأذكر أن هذه العملية لازم تكون بعيدة عن الأطفال، وهذه المواد لازم إحنا نحتفظ فيها بعيدة عن متناول الأطفال. صحيح. أيضا دكتورة تحدثنا عن في سياق موضوع التعقيم، هناك أيضا دكتورة يعني إرشادات يجب اتباعها بالأخص في موضوع غسيل الملابس، أو في بعض الأحيان ممكن يكون يعني في البيت شخص عند الحجر المنزلي لمدة 14 يوم. لو نتحدث معاك عن الإجراءات الوقائية في هذا الموضوع. بس قبل ما نبدأ بغسيل الملابس، المحلول المطهر هذا لا طريقة معينة ولا رش معين إن إحنا نقدر نخففه، يعني لأنه هو موجود بتركيز معين، فإحنا نتأكد إن اللي نستعمله يكون مركز بطريقة كافية إنه يعقم لنا الأسطح. على سبيل المثال إحنا نقدر نجيب لتر ماي ونحط فيه 4 ملاعق صغيرة من هذا المبيض، أو إذا احتجنا كمية أكبر من اللتر إني تقريبا جالون من الماء اللي هو يعادل 3.8 لتر من الماء، ونحط فيها 4 ملاعق كبيرة من هذا المبيض. بهاي الطريقة إحنا نتأكد إن المحلول اللي إحنا صنعناه محلول فعال قادر على تطهير الأسطح والمناطق اللي إحنا نعقمها. بخصوص الملابس أستاذ عبدالله، إحنا طبعا ننصح أن دائما لما أنت تتعامل مع الغسيل المتسخ لشخص مريض أو شخص أنت شاك أنه مريض، دائما ترتدي قفازاتك لما أنت تتعامل معها، تغسل هذه الثياب منفصلة عن باقي الثياب الأخرى. نعم. تتأكد أن درجة حرارة الماء تكون عالية، مع أنك أنت لازم تتأكد أنك أنت لأن بعض درجات الحرارة العالية ممكن تتلف الثياب، فأنت تتأكد أن قطعة الملابس هذه راح تتحمل درجة الحرارة في الماء العالية هذه، تغسلها بدرجة حرارة ماء عالية، وبعدين تنشرها في الخارج، يفضل في مكان مشمس في أشعة شمس مباشرة عليها، تخلع قفازاتك وتغسل إيدينك بعد ما أنت تنتهي من عملية الغسيل هذه، وبين فترة والثانية من الجيد أيضا أنك أنت تعقم الغسالة نفسها التي تغسل فيها هذه الملابس. نعم. أيضا دكتورة يعني أكيد هناك في إرشادات مثل ما تفضلتي أنت عن أشياء كثيرة، لو نتحدث عن الإرشادات اللي يجب اتباعها في موضوع غسيل الخضروات وغسيل والتعقيم إذا كان في هناك بالنسبة للفواكه دكتورة. أن وايد كان في كلام كثير على الفواكه والخضروات، إن إحنا كيف أنتوا تبون إحنا نعقمها. إحنا يعني ما ننصح إنك أنت تستعمل المعقم المنزلي على الفواكه والخضروات، أحسن طريقة إنك أنت تغسلها بالماء الفاتر لمدة 20 ثانية أو أكثر. إذا في إمكانية إنك أنت تفرك هذه الفواكه والخضروات، بعد تفركها زيادة في التنظيف. الخضروات الورقية أنت تقدر تنقعها في الماء لمدة زمنية معينة. إذا أنت حاب أنك أنت تسوي إجراء إضافي واحترازي زيادة عن الماء، تقدر تستعمل محلول ملحي اللي هو إحنا نجيب 9 أكواب من الماء مع 1 كوب من الملح الخشن. الملح راح يسوي لك عملية التنظيف العميقة هذه للخضروات والفواكه، وفي نفس الوقت هو تعتبر مادة آمنة ما في ضرر منها. عقب ما احنا نستعمل هذا المحلول الملحي نتأكد ان احنا غسلنا الفاكهة والخضروات ايضا مرة ثانية بالماء، وبعدين نتأكد انهم منها مجففة، نجففها عدل وبعدين نخزنها.
نعم دكتورة، عندنا بس سؤال بخصوص موضوع يعني الناس اللي تطلب دليفري مثلا، توصل لهم أغراض للبيت. فسؤالني، هل يعني عملية التعقيم تتم نفس ما تفضلتي في الأغراض اللي يشترونها من الجمعية، ولا لكن في نظام معين بالنسبة للتعقيم الأغراض هاي قبل لا أنها تفتح، سواء إذا كانت في بوكس أو إذا كان في بلاستيك؟ هي تقصد دليفري الأشياء من الجمعية؟ هي طبعا نعم إذا هي تقصد هذا الشيء، نفس الإجراءات. أنت تاخذين الأغراض من البوكس اللي هو جاب لك إياه فيه، تطلعينه من هذا البوكس، تحطينه في بوكس خاص لك، وتتخلصين من البوكس الموجود اللي جاب لك إياه صاحب الدليفري هذا، ترمينه، تاخذين الأغراض وتسوين نفس الإجراءات اللي إحنا سويناها، اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة. نعم، ولكن أهم فطبعا شيء، نعم تتأكد انها تحافظ على ان الشخص اللي يجيب للدليفري هذا يتأكدون انهم يحافظون على التباعد الجسدي بينه وبين الشخص. طبعا انا افضل ان احنا نقول للشخص هذا اترك البوكس عند الباب وابتعد، عشان انا اخذ هذا البوكس وادخله للبيت. وطبعا عملية الدفع احنا نفضلها تكون دفع الكتروني، عشان احنا نقلل من الاحتكاك مع صاحب الدليفري. نعم دكتورة هند، آخر نصائح تحبين تعطيني لمستمعينا الأعزاء بخصوص موضوع يعني أهمية التعقيم وتنظيف المنزل في الوقت الحالي؟ طبعا احنا ما نستهين بهذه الاجراءات، نتاكد ان منزلنا نظيف وامن، وفي نفس الوقت نحافظ على سلامه افراد المنزل فيه. واذا في اي استفسارات اخرى، طبعا موقعنا انستغرامنا في هيئه الصحه موجود فيه كل هاي الادله والارشادات، دائما هم يقدرون يرجعوا لها ويتاكدون من المعلومات اللي احنا قلناها. ودمتم بصحه وسلامه. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. الله يحييك دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة يعني قدمت لكم المعلومات المفيدة والفائدة المرجوة. ومثل ما تعرفون، النهاية هي يعني رسالة وأيضا رؤية هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. أذكركم مستمعينا الأعزاء، مثل ما تفضلت الأستاذة عفاف جمعة أخصائية التغذية والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، عن فوائد اللوز، وأن اللوز فيه أهم فائدة فيه الأحماض الدهنية المفيدة اللي هي ترفع الكوليسترول الاتش دي ال، وأيضا تخفض الكوليسترول الغير مفيد ال دي ال. وأيضا ذكرت الدكتورة ندى هند العوضي عفوا عن أهمية التعقيم في المنزل، وذلك للوقاية والحماية. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ودائما وأبدا المبدع المخرج الأستاذ أيمن سرحيل. شكرا لكم جزيلا، وأتمنى لكم مستمعينا الأعزاء يوم سعيد وموفق، وخلكم في البيت. دائما نقول خلكم في البيت، وجودكم في البيت هو سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لسلامتكم وأيضا لصحتكم. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.